أهلا وسهلا بكم وإلى موضوعنا التالي. كشف برنامج بادر لحاضنات ومسرعات التقنية، أحد برامج مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، عن نجاح الشركات الناشئة المحتضنة لدى البرنامج في جمع تمويلات استثمارية بقيمة وصلت إلى أكثر من 110 ملايين ريال خلال العام الماضي، وذلك عبر 63 جولة وصفقة استثمارية قادتها شركات رأس المال الجريء وشبكات المستثمرين الأفراد وشركات القطاع الخاص. وأظهر تقرير إحصائي حديث أصدره برنامج بادر أن حجم صفقات تمويل الشركات الناشئة من قبل المستثمرين الأفراد بلغ أكثر من 40 مليون ريال، ومولت شركات رأس المال الجريء الشركات الناشئة بما هو أكثر من 30 مليون ريال، بينما وصل حجم تمويل شركات القطاع الخاص نحو 35 مليون ريال، في حين بلغ حجم الاستثمارات الحكومية نحو 3.5 مليون ريال. دكتور محمد، كيف شايف دلالات هذا الاستثمار اللي قاعد تحصده يعني الشركات السعودية الناشئة؟ نعم، لا، حاضنات الأعمال جزء أساسي من كل الاقتصاديات المتطورة، والفكرة من الحاضنات أن تكون هناك فكرة سواء جديدة أو أنها موجودة في مكان آخر لكن لها طريقة مختلفة. تكون هناك فكرة تحتاج إلى حاضنة وتحتاج إلى تمويل. وأكبر مثال عندنا في السيليكون فالي في كاليفورنيا، صحيح، ستارت أبس اللي موجودة، كل الكبار هذول اللي طلعوا بالطريقة هذه، مثل أبل ومايكروسوفت وغيرها. في المملكة هذا الكلام كثير عن حاضنات الأعمال، ولكن لم نرى شيء عملي على أرض الواقع ذو قيمة. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي إحدى الدعائم هذا البرنامج، وأرجو أن يكون هذا البرنامج أن يأخذ حقه من الاهتمام ومن الدعم المالي. الموضوع يمكن اختصاره بأن هناك يجب أن تكون ميزانيات كبيرة لاحتضان كل الأفكار والمشاريع الجديدة التي يمكن أن تطور إلى أن تصبح شركات كبيرة وعملاقة. ممتاز. عبد السلام، أنت كيف شايف أهمية النمو في هالشركات التقنية اللي تحتضن يعني برنامج بادر؟ أنا سويت بحث وحصلت عندنا لحسن الحظ 15 ما بين مؤسسة وشركة كلها تعمل في هذا الإطار اللي هي مساعدة الابتكار والتمكين ومساندة تسريع الأعمال، وبعضها حتى تبع شركات وبعضها تبع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وعندنا موهبة فقريت عنها حقيقة بالتفصيل ووجدت هذا شيء يعني تعمل كله خلال سنوات أعتقد الخمسة والعشر الماضية. الآن كيف نستطيع يعني أثره كلنا، هو لا يبان، لا تبان قيمة هالمؤسسات إلا في الأخير بالأثر. كيف ربطوها خلينا نرجع للهند شوي، كيف ربطوها في الهند ونجحوا؟ كل مخرجات هذا التدريب وهذه المؤسسات عندهم دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة. عندنا هيئة المشاريع المتوسطة والصغيرة يعني هي عندها طموح بس حيلها ضعيف، لأنها ما هي مربوطة بصناديق. صناديق التمويل هي المحفز، إذا ما فيه هؤلاء الناس حيموتون، يعني الناس اللي يدخلون في. حتى على فكرة مؤسسة مسك عندها مبادرات للابتكار والإبداع، جميل، من أروع ما يكون. صحيح. عندنا جامعة كلية الأمير محمد بن سلمان ريادة الأعمال. يعني لما دخلت حصلت كل هذا، لكن نحتاج إلى كيف نستطيع أن نوجه في الأخير. هل لما نجي في الهند نقول والله عندهم 3 ملايين وحدة صناعية كلهم تخرجوا من هذه المبادرات؟ 3 ملايين رقم، إحنا نبغى 10% ولا 5% يقول الدكتور تكفينا. لا لا، 150,000 سكان انت تقصد؟ ايضا 150,000 وحدة، اي على لسان عدد السكان. هالمؤسسات وهالشركات حقيقة
اللي مدامها تأسست والآن قائمة ويقوم عليها ناس يعني أكفاء، يفترض أن هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع صناديق التمويل والتحفيز لا تزال لحد الآن، وأنا قلت هذا المعالي وزير الاقتصاد والتجارة وقلت له على تجربة الهند، يا معالي الوزير أرجوك لابد أن نربط بنك دعم اسمه، لابد أن يكون اسمه واضح، بنك دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نقطة على السطر واضح، بحيث أنه يكون وإلى جانب صندوق دعم التكنولوجيا عشان نستطيع أن نواكب الثورة الصناعية. مستعليك الدكتور عبد الله على إن بغيت على مستقبل هذه الشركات في ظل يعني أيضا نجاحها ترى في خلق وظائف كثيرة. تجربتي مع أودية التقنية في الجامعات وهي أيضا من الحاضنات، وادي الظهران وأيضا وادي مكة وجامعة الملك سعود عندها حاضنة وأيضا جامعة الملك عبد العزيز، أنا في تصوري الإشكالية هي في أنها استثمارات عالية المخاطر وبالتالي تحتاج إلى أن يكون الدعم الحكومي لها كبير، لما تلاحظ أنه من الإحصائيات الموجودة الأفراد هم أكثر جرأة في الاستثمار 40 مليون بعدين جيك الحكومة بثلاثة مليون. إذا لم تزود هذه المبادرات وهذه الحاضنات بالدعم الجانب الخبرة أولا في كيفية تنميتها وأيضا بالدعم اللوجستي وبالتمويل المالي أعتقد أن نجاحها محدود. في نفس الوقت لابد أن يكون هناك جرأة، ربما بنك ربما غيره يكون عنده القدرة على أن يتحمل الخسائر في سبيل لو خرج عندنا الحقيقة نسب قليلة من عدد الناس الذين يدخلون في هذه الأفكار والستارتابز اللي يسمونها، يعني لو طلعت أحيانا تطلع بس فكرة واحدة لكنها تكون مهيمنة مثل أبل على سبيل أبل وغيرها. صحيح. إلى موضوعنا التالي،